السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. حلقاتنا حضرتكم عارفين اللي هي بتبقى متميزة وبنجيب فيها أحسن ناس في كل المجالات. الفترة اللي فاتت عرضنا كتير من القواضي، وعرضنا طبعا قدرنا نحل جزء منها الحمد لله، وجزء منها التاني يعني في الطريق للحل، نقول يا رب بس. وعرضنا مجالات كتير وتخصصات كتير في الطب، وشيفات كتير شرفونا، وأحلى الأكلات اتعملت فيه هنا في البرنامج، واستضفنا مهندسين ومحامين، جبنا ناس كتير قوي. فبالتالي احنا قلنا طبعا ان كل الناس اللي شرفونا اللي كانت حلقاتهم متميزة، ان شاء الله السبت اللي بعد الجاي هيبقى زي في تكريم كده صغير للضيوف اللي شرفونا. وهتشرفني كمان الجميلة دعاء نصر علشان نكرم الناس يعني خلي كده ايه في بهجة وفي طاقة إيجابية للناس عشان كله يشتغل. بالنسبة لحلقة النهاردة، حلقة النهاردة معانا ناس وضيوف متميزين في مجالهم. طبعا حضراتكم عارفين ان هنا في البرنامج مش اي ضيف بيطلع معانا، لازم نكون سائلين عنه، عارفين نشاطه كويس قوي، الناس رأيها ايه فيه قبل ما بييجوا يشرفونا هنا في البرنامج. النهاردة معانا شيف متميزة جدا جدا، فازت بالمركز الأول في مهرجان التذوق في اسكندرية اللي كان من حوالي أسبوعين. تدخلوا عندها القناة عندها على اليوتيوب، متميزة جدا جدا، الديكوريشن حتى بتاع الأكل كده يفتح النفس، تحسوا كده إيه يعني عايزين تعملوا الأكل علشان حتى تعملوا الديكوريشن بتاعته. عندها مواهب تانية كتير، يعني طول ما هي قاعدة كده في البيت بتبتكر، مش أكل بس، لأ عندها مشغولات يدوية وحاجات. أنا بصراحة لما دخلت القناة عندها يعني استغربت ان في فعلا ستات مصريات بيتقنوا حاجات بالمنظر ده، بس للاسف مش مشهورين قوي. يمكن المهرجان ده ادها الفرصه انها تبدع فيه، وطلعت الحمد لله المركز الاولى. معانا الشيف النهارده شيف رندا عفيفي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذه دانيا، منوراني النهارده. ميرسي جدا على المقدمه الجميله. مش عايزه اقول لك، انا لما بشوف بدخل عندك القناه وبشوف الاطباق تتاكل، فاهمه من يعني الفن اللي انت بتزوقيها بحاجه كده مبدعه. الله يخليكي، يعني قوي. فعلا العين بتاكل الاول. ايوه تمام. انت انت فعلا هدفي. انا حسيت ان انت نمره واحد عندك الطبق يبقى فيه ذوق الوان مختلفه، تشدي النظر الاول وبعد كده يدور على الطريقه، صح كده؟ هدفك اول ما فتحت القناه او اول ما بدات انا افكر اعمل طبخ ان انا اغير فكره الاولاد، ان احنا نجيب الالوان، نكتر في الالوان وفي الخضار في تقديمه شكل الطبق، ده هيغير فكرهم خالص عن اكل البيت. طب احنا يا ماما تكاوي؟ لا احنا هنجيب لكم تكاوي في البيت وفي الاكل وفي واللي انتوا عاوزينه احنا هنعمله في البيت بطريقتنا، وكلها يعني كلها فيتامينات وخضروات وكل اللي انتوا عاوزينه موجود، فوائد يعني مش اي اكل وخلاص. لا طبعا. ما هو ده اللي شدني فعلا في القناه، وبما انك انت المركز الاول طبعا، شفت الطبق اللي انت كنت عاملاه في المهرجان حاجه كده واو بجد. انا بشجع الناس كلها تدخل عندك القناه ويشوفوا شغلك، فعلا مبدع. يعني حاولوا بقى تغيروا من نمط الاكل التقليدي بتاعنا وشوفوا حاجات جديده، واللي على قد امكانياتكم، يعني على قد الامكانيات كل بيت مصري بيعمل الاكل. يعني في ميزانيه، يعني في واحد مثلا بياخد 1000 جنيه غير 3 غير 4، هتلاقوا كل الكلام ده موجود عندها في القناه. الوجبات الاقتصاديه موجوده، الوجبات العزايم موجوده، الوجبات اللي يعني مش مالكوش نفس اللي انتوا تعملوا اكل، فاهمه؟ عارفه الناس دي اللي احنا بنبقى كتير منها، اللي احنا مالناش نفس ندخل المطبخ في حاجات سريعه كده على طول، نفتح نفسهم بالطرق ومن مختلفه نفسهم. والاكل الهيلسي والسلطات المختلفه، كل ده موجود عندنا. طيب قولي لي بقى هتعملي ايه النهارده؟ ان شاء الله انا هعمل لكم النهارده جمبري بتر فراي على شكل الفراشه، وعمله صوص. ده بقى بقول لكم في ديكوريشن فظيع. الصوص بتاعي ده هو في المطاعم بتحط صوص زبده وزبده وثوم،
عماله بعملها بالبرتقال بقى وشكل مختلف وطعم برضه. اه ده ممكن يكون ايه زي ما بيقولوا اختراعي، اختراع اي صوص. وعامله لكم النهارده ارز بالاناناس. تمام. بس ان شاء الله حصري عند حضرتك البرنامج. ميرسي يا حبيبتي، خلاص هسيبك بقى تبداي كده واطلع فاصل واخلص واجي لك بقى ان شاء الله نقف بقى في المطبخ. تمام. نطلع فاصل ونواصل بقيه فقراتنا. ورجعنا لكم من الفاصل الصغير ده ومعانا بقى الفقره الطبيه اللي نوهنا عليها امبارح في الصفحه على الفيسبوك. بصوا يعني اقول لكم 80% من الناس بتعاني بامراض في الاسنان واللثه، وجات لنا اسئله كتير جدا على الموضوع ده. مفيش بيت خالي من موضوع تعب في الاسنان، فقعدنا نعمل سيرش كده كتير نشوف اراء الناس في دكاتره كتير. فالنهارده جبت لكم دكتور، بصوا مفيش حد غير انه شكر فيه جدا جدا، سواء في القاهره او في محافظه بني سويف كمان، لان حتى اللي في القاهره بيروحوا له هناك من كتر شطارته. عايزه اقول من الاخر، مش حكايه بقى دكاتره الاسنان اللي الواحد ايه بيقول يا ضرسي واجعني لسه هروح لدكتور السنان وضرسي اتعب والمكنه اللي هي بتقعد تزن دي والفلوس الكتيره اللي بياخدوها والكلام ده. لا لا لا، معانا دكتور فعلا زي اسم البرنامج دكتور من الاخر، هو دكتور سمير فيصل اخصائي طب الاسنان. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورني. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم وميرسي على المقدمه الجميله دي. لا ده اقل حاجه بجد يعني على الكلام اللي وصل لنا عن حضرتك اقل حاجه. وحضرتك مش اول مره تشرفني، حضرتك شرفتني قبل كده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول لي بقى يا دكتور، كتير قوي اولا نبدا كده بحاجه صغيره، بيشتكوا من موضوع الاسنان، وفي سؤال جالي من امهات كتير حته التسويس الاسنان عند الاطفال. تمام. ده السؤال ده يعني ايه اتكرر كتير قوي، فانا قلت ايه افتح كده نفس المشاهدين بيه. حضرتك هي مشكله الاطفال عامه دلوقتي في كل بيت. تمام. الاكل غير صحي بالمره، الاكل الشارع مش صحي. طبعا المواد الحافظه اللي موجوده في الكتيره. طبعا ده كله بيأثر على صحة وسلامة الأسنان بالنسبة للأطفال. تمام. في نفس الوقت غير كمان عدم العناية بالأسنان بالنسبة للطفل، ما فيش تفريش، بياكل بينام والأكل موجود في بقه ونايم. طبعا ده أحد أسباب التسوس اللي موجود عند الأطفال. طبعا بنعالج المشكلة زي دي، بيبقى حشوات تجميلية للأطفال. لحد ما يجي ميعاد تبديل الأسنان ده بنبدأ من سن سنتين ونص ثلاثة، نبدأ نحشي الأطفال بحيث أن يجي ميعاد التبديل يكون الأسنان دي محافظين عليها، صحة الطفل بيأكل كويس. فبنصح كل أم، مش أي ضرس عند أي طفل تروح تجري على الدكتور تخلعه. لا، لازم نعالج. طبعا لازم نعالج التسوس اللي موجود بحشو. اقرب عياده نروح لها نحشي للضرس عشان يعرف ياكل، عشان يستمتع بالاكل. طبعا ده في مرحله نمو كمان. لما يوصل لميعاد التبديل الاسنان تبقى مسافتها موجوده. ده عشان بيحصل مشكله بعد كده ان الفراغات ما بتبقاش موجوده، ان السنان تطلع في مكانها الطبيعي. ليه بقى؟ عندي ضرس، انت خلعتي ضرس عن ميعاده بدري. تمام. الاسنان بتتحرك مكان ناحيه المكان الفاضي. فيجي الضرس اللي انت خلعتيه في ميعاده يلاقي المسافه دي مش موجوده، فما يعرفش يطلع خالص، يطلع اعوج على الجناب، فيضطر يعمل تقويم بعد كده عشان يظبط شكل الاسنان من بره. تمام. ده انت كده بتتكلم على اللونج ران، يعني مش حكايه طفل صغير، لا، يعني الكلام ده كمان بيتبني عليه الاسنان فيما بعد. فيما بعد طبعا. الاسنان الدايمه معايا. ما تستسهلوش بقى حته الخلع على طول الدروس دي بالنسبه للامهات. طب يا دكتور، في سؤال تاني جالي وكتير قوي بقى، وبص بقى يعني معظمنا كلنا خايفين الموضوع ده، هي عدوى
العدوى. عايزه اطمن خاصه احنا في وقت دلوقتي طبعا طبعا هو طب بس عايزه اطمن المشاهدين ان احنا عيادات الاسنان من قبل قصه الكورونا كده كده التعقيم قايم، يعني حاجه التعقيم او قصه التعقيم في عيادات الاسنان مش جديده على عيادات الاسنان، مش قصه بقى كوفيد 19، لا قبل كوفيد 19 في امراض كانت موجوده، فقصه التطهير والتعقيم في عيادات الاسنان قبل، واحنا كمان يعني في عيادات الاسنان على قد ما نقدر بنخلي الاستخدام الحاجه سنجل يوزد مره واحده الا الحاجات الغاليه قوي، وبنجيب لها كمان احدث اجهزه تعقيم كلاس بي مهمه جدا طبعا جداً. بتخش طبعا غير كمان التعقيم قبل الحاله ما تدخل وبعد ما الحاله تطلع قبل ما تخش طبعا. في قصه بقى يقول لك انا بروح عند دكتور اسنان اخش الاول، لا عشان ما يجيش بعديه مرضى او كده، لا طبعا بعد ما بيخرج المريض بيتعقم مكانه، جميع الاسطح اللي موجوده على في المكان بتتعقم، اي مكان لمسه المريض او الدكتور في خلال عمليه العلاج طبعا بيتعقم، الادوات طبعا كلها بتتعقم، فقصه خوف او قصه خوف من عيادات الاسنان لا ما يقلقوش، ما فيش قلق من قصه عيادات الاسنان بقى كده وبقلبكم جامد طبعاً. في تعقيم الحمد لله كويس، وحتى الاطفال يروحوا، ما فيش حاجه اسمها تخلعي ضرس الطفل على طول كده ويبقى سهل، لا في علاج علشان ده بيأثر على اللونج ران، يعني على قدام طبعا على السنان نفسها بالظبط كده. طيب في موضوع بقى جديد وحضرتك معروف بيه قوي اللي هو الليزر. الليزر ومجاله في طب الاسنان دي طفره مشهور بيه جدا. حضرتك دلوقتي الليزر دخل في جميع مجالات الاسنان، تمام، في جميع التخصصات، من اول حشو العصب، نتكلم مثلا على حشو العصب ده حشو العصب ممكن الدكتور يبقى الدكتور عامل كل شغله مظبوط، بس بعد كده يحصل فشل. ايه سبب الفشل ده؟ ان انا مش معقم الجذور كويس فبستخدم جهاز الليزر عشان اعقم الجذور. انا بالطرق التقليديه ان بنعقم بصلاين او بنعقم بالريجيشن كويس، بس ده كله ما بيخليش البكتيريا عندي برضو بنسبة 100% مش موجودة. فممكن يشيل بنسبة 70%، ففي 30%. وفي كمان في الجذور تحت حاجة اسمها جذور فرعية أو اكسسوري، ماشي، روت. طبعا دي احنا ما بنعرفش نوصل لها. الليزر حلنا القصة دي. مع الاريجيشن التقليدي احنا بقى بنضيف الليزر ان احنا بنعقم الجذور بدرجة الحرارة بتاعت الليزر اللي داخلة بتموت البكتيريا اللي موجوده، يا بتسخن الاريجيشن ده وتقتل البكتيريا اللي موجوده في الجذور اللي هي الفرعيه، يا بدرجه الحراره بالهيتنج برضو البكتيريا بتموت. فانا قضيت على النسبه اللي فاضله، فكده حشو العصب دايم معايا فتره اطول، ما بيحصلش منه مشكله، لان معظم حشو العصب مشاكله ايه؟ مشاكله ان انا مثلا عيان مريض عمل حشو عصب، طب يا دكتور حصل خراج جنب ضرس يعني جنب الضرس من فوق حصل خراج، طب ايه سبب الخراج ده؟ سببه عدم التعقيم الكويس للجذور قبل الحشو، تمام. وكمان احنا بنشيل بيه التسوس من اول التسوس لحد كمان الحشو اللي هو داخل، كمان بنستخدم الليزر في اعاده الحشو من جديد لو حد حشي عند الدكتور، تمام، وحصل في مشكله في الحشو ده، طب انا عايز اصلح المشكله اللي حصلت من نتيجه الخطا اللي موجود بالليزر. الليزر بقى وظيفته ايه بقى؟ هشيل بيه الحشو القديم، الجاتا بيركا او الحاجه اللي هي بنقفل بيها ماده خشبيه كده بنقفل بيها الجذور، الليزر بيدوبها بيسيحها وبنقدر نشيلها، نقدر نعالج الضرس تاني مره تانيه ونقدر ناكل عليه تاني. غير بقى الحاجات التقليديه اللي بيقعد بالظبط وفتره طويله، لا طويله طبعا وتتعب المريض جدا. المريض طبعا ده بالنسبه لوظيفه الليزر في علاج الجذور، تمام. طيب كمان بنقدر بيه في علاج الجذور لو حد حشى حشو عصب والحشو اطول من طول الجذر، تمام، بروح فاتح في مناطق احنا ما نعرفش نوصل لها، بنفتح لها من فوق وبنعمل لها حاجه اسمها ابيكسوتومي، ماشي، بنشيل جزء الابيكس من فوق مع حته من الجتا بيركا، ماشي، تمام. بعد كده نقدر نقفل ويقدر ياكل تاني على الضرس ما دام الاول كان فيه الم نتيجه الحشو زياده في الـ في الـ في الـ في الجذر، تمام. الارقام التليفونات اللي قدام سيادتكم دلوقتي دي ارقام تليفونات عياده دكتور سمير، تمام.
بص اقول لكم حاجه، الدكاتره كتير جدا، بس للاسف احنا بنستسهل اللي هو جنب البيت ونروح له. لا، احنا لما نشوف دكتور معين يعني نروح له، نقرر نروح له، لازم يا جماعه يكون دكتور فاهم في كل مجال، بيبقى فيه الكويس ومش هقول مش الكويس، يعني الخبره بتاعته قليله مثلا، ما عندوش درايه كبيره. فلما نقرر نروح لدكتور، نروح لدكتور فاهم. يعني دكتور سمير دلوقتي كلمكم على موضوع الليزر بسهولة جدا، المعاناة اللي احنا بنعانيها بالثلاث اربع ساعات ولا تحت ايد الدكتور، وبنتعب جدا لدرجة احنا كرهنا نروح لدكاترة السنان بسبب الموضوع ده. موضوع التعقيم كمان موضوع مهم جدا جدا، يعني ده يعتبر نمرة واحد في عيادات الاسنان خاصة، لان العدوى دي تعتبر يعني كارثه، وللاسف يعني علاجاتها بتبقى متعبه جدا جدا، يعني بعد الشر على كل الناس طبعا. يعني دكتور سمير كان في معانا صور يا جماعه، عايزين الصور. الصور انا سمعت ان حضرتك يعني في مشروع لحضرتك، هتعمل عياده كمان هنا في القاهره ان شاء الله. في القاهره؟ ان شاء الله باذن الله. امتى بقى؟ ان شاء الله خلال شهور باذن الله، خلال شهرين او كده بالكثير. خلال شهرين ان شاء الله هنا؟ ان شاء الله افتح مركز في القاهره باذن الله. مركز هنا في القاهره؟ ان شاء الله. طب بشرة خير يا جماعه، اهو اللي طبعا اللي تعبوا المشوار لبني سويف، دكتور سمير باذن الله هيفتتح مركز ان شاء الله هنا في القاهره. وان شاء الله انا طبعا هحط العنوان بتاع المركز اول ما يتفتح ان شاء الله في البرنامج، علشان فعلا تروحوا له، اسعاره حلوه جدا جدا بالمقارنه لاسعار دكاتره الاسنان التانيه اللي انتم عارفينها. تمام. طيب. انا يعني برضو ايه حبيت اقول الحته دي للساده المشاهدين، علشان بيقلقوا جدا من موضوع الاسنان، بيقولوا لي احنا بندخل العياده من هنا بندفع الوفات وبنطلع وبنحس كمان ايه اللي الدنيا ما ظبطتش معانا. كنت عايز انوه على حضرتك برضو على قصه التعقيم عشان الناس تبقى مطمنه. احنا في عيادات الاسنان اتعلمنا ان اي مريض داخل لك بتتعامل معاه. طبعا كان عندنا الفيروس سي كان منتشر، وطبعا بنشكر الدوله على مجهودها على قضائه. ايوه. طبعا بنتعامل مع المريض انه هو مريض عنده اي عدوى تنفسيه، فده مش جديد ان في عدوى موجوده احنا بنتعامل معاها. قصه التعقيم والمسخات والحاجات دي كلها دي موجوده معانا من زمان في العيادات، مش جديده الكلام ده. طبعا الناس دي بقى يعني بالنسبه لها جديد او خايفه من قصه عيادات الاسنان. لا، انا بطمن كل الساده المشاهدين، دي اهم حاجه، ان العيادات الاسنان بتبقى مجهزه بالتعقيم بكل حاجه، يعني يمكن امن مكان تخشي له من عيادات الاسنان. ما بين العيان والعيان احنا بنعمل راحه 10 دقائق لربع ساعه بتعقم. بنعقم. تمام. الـ الصور يا جماعه، الصور بتاعه الاسنان في حضرتك دي حاله، طبعا استخدام الليزر في الجينجيفكتومي بنقص بيه لسه، دي حاله لسه عاملينها الاسبوع ده. فطبعا كانت ام العيان بتعيط قبل ابنها ما يخش، عنده 17 سنه ووالدته بتعيط خايفه عليه. دي بالظبط. طبعا في فيديو ليها معمول، طبعا في قبل الصوره قبل دي كده في صوره قبل ما نشتغل في الحاله. في المشكله. طيب. ايوه مظبوط. فطبعا لسه سحب على السنان كلها متغطيه باللسه، فطبعا شكل، طبعا عنده 17 شاب. فالشكل وحش، ده لسه مغطيه السنان خالص. فطبعا قصينا لسه بالليزر. طبعا هي كانت معتقده ان احنا فيها بقى في دم ووجع ومش عارف ايه وكلام من ده كله. ففي فيديو موجود برضو ان احنا في طيب في طبعا في صوره بعد الـ 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 بعد ما خلصنا دي؟ لا في صوره ثانيه. في صوره ثانيه. طيب يعني حضرتك شلت الجزء اللسه دي خالص بالليزر، ومن غير تعب. طب مفيش تعب، مفيش دم، مفيش الم. العيان بيروح يمارس حياته الطبيعيه، بياكل ويشرب، مفيش اي مشاكل.
مفيش ورم في البق والكلام ده. ما هو الميزه هنا عن الجراحات التقليديه ان الليزر بيعقم مكان القطعه، يعني في تعقيم، يعني ما يبقاش فيه بكتيريا، ما فيش عدوى. طبعا الليزر من فوائده كمان مشاكل بتعاني منها الناس كلها واتكلمنا عليها قبل كده وبنرجع نتكلم عليها تاني، تمام. الجيوب لسه والتهابات ومشاكل لسه. طب يا دكتور، في ناس عايشه كتيره بمشاكل لسه بس ما فيش استطعام بالاكل، لان لسه ليها علاقه باستطعام وتذوق الاكل. فطول ما فيها مشكله احنا ما بنعرفش نستطعم كويس. طيب ايه دور الليزر في النقطه دي؟ الليزر بيخش طبعا بالطرق التقليديه ان احنا بننظف او بنعمل سكيلينج كويس وبننظف كويس بس، وبنشيل التيشو اللي هو انفكتد، الانسجه اللي فيها اللي فيها مشكله، بس ما بنشيلهاش بنسبه 100%. تمام. فانا عايز الليزر بقى بيخش طبعا بيعمل حاجتين اتنين، يعمل ديس انفكشن يشيل الجزء اللي هو فيه مشكله، بيموت البكتيريا، وفي نفس الوقت بيعمل كفر، يعني بيحفز الخلايا انها تجدد نفسها تاني والانسجه دي تتكون من اول وجديد. تمام. لا انا برشح بقى موضوع الليزر ده كل الناس تبدا تعمله، يسيبهم بقى من الحاجات التقليديه والتعب، لان تعب الاسنان مؤلمه جدا جدا. ده في ناس مش عايزه اقول لحضرتك بالسنين مش عايزين يروحوا للدكتور عشان وجعه وقاعدين على مسكنات. ما هو دي مشكله اكبر. مشكله اكبر، لان انت كل ما انت بتاخر في علاج الاسنان كل ما المشكله بتتطور، كل ما التكلفه على المريض بتزيد، لانك انت بدات تسوس بسيط تكلفته اقل، طيب سبته وصل عصب تكلفته اعلى، طب سبت الضرس باظ خالص وشيلته هتعمل تركيب او زراعه التكلفه اعلى، فالخساره بالنسبه للتكلفه للمريض اعلى طول ما هو يعني متاخر عن علاج اسنانه. لا اي حد بيحس باي وجع في الاسنان يا ريت يروح للدكتور على طول بجد، علشان الموضوع بيتطور بطريقه فظيعه وبيأثر عليه بعد كده بمشاكل كتير، يعني لو حاجه صغيره بتكبر. الليزر كمان في بالنسبه، انا معجبه بالليزر جدا بجد، يعني بيحل حل مشاكل كتير قوي قوي قوي، وحتى ما فيش بقى وجع غير الاول الواحد بيروح للدكتور بيرجع يقول لك اجازه 3 4 ايام عشان بقي وارم. بالظبط كده. لا كمان هقول لك على حاجه كمان بيستخدمه كمان في التبييض. التبييض انا ممكن اخلص كيس كامله حاله كامله يطلع من عند في 6 دقائق. الاول كان حلو يا جماعه، الاول 6 دقائق يكون العيان مخلص تبييض ويطلع شكله شيك. تمام. الاول كنا بنقعد يتعرض لالترا فايولوت لمده ساعه تلت جلسات، فاهم ازاي؟ العيان بيمل، العيان في هايبر سنسيتيفيتي بعد ما يخرج من عند الدكتور، في حساسيه. فالليزر حل القصص دي كلها. الثبات التبييض بقى مع الليزر اطول بكتير من الطرق التقليديه. فالليزر حل لنا مشاكل كتير. انا برشح لكم الليزر يا جماعه بجد، اي حد عنده مشكله في الاسنان دكتور سمير فيصل، ارقام التليفونات قدام سيادتكم اهي، لو اي حتى لو مشكله صغيره يا ريت تتعالج على طول، لان فعلا المشكله الصغيره خاصه في الاسنان بعد كده بتكبر، وطبعا لو التكلفه صغيره بحاجه صغيره طبعا بتكبر لما طول ما انتوا قاعدين بتاخدوا المسكنات فيها بتبدا ما تروحوش لدكاتره الاسنان، لان الاعتقاد السائد فعلا يقول لك لا انا اخد مسكن ولا اني اروح لدكتور اسنان. هقول لك على حقيقه، بتبدا بحاجه بسيطه قوي، فرشه ومعجون. اهملتهم، تسوس بسيط اهملته. أيوه. دخلت عصب اهملت، خلعت الضرس خالص اهملت، دخلت في تركيب، دخلت في زراعه، فالتكلفه كل مره بتزيد. وغير ان انا ما بستمتعش بالاكل كويس، مشاكل صحيه ناتجه عن عدم الاهتمام بالاسنان. مشاكل صحيه، سوء هضم، لان اسنانه فاقد اسنانه ده طبعا بيبلع الاكل سليم بيأثر على المعده، دخلنا في مشاكل كبيرة بقى خالص. انا بشكر حضرتك جدا على الفقره دي، وان شاء الله مش هتبقى اخر فقره، ان شاء الله باذن الله لما تفتح المركز تشرفنا حضرتك ان شاء الله باذن الله علشان نعمل كده دعايه كويسه للمركز.
بشكر حضرتك مرة تاني، وهنطلع فاصل ونرجع بقى نواصل بقية فقرات.